المربية الفاضلة الأستاذة الكبيرة بهية كرم الفائزة بوسام الرواد في عيد العلم سنة 75 بعد أكثر من 50 سنة خدمة. برحب بسيادتك في صفحة جديدة من أوتوغراف. أنا شاكرة جدا. أستاذة بهية، قبل ما نتكلم عن دور حياة حضرتك، تأسف أستاذة بهية، قبل ما نتكلم عن دور حضرتك في حياتنا التعليمية ودور التعليم في حياتك، تسمحي لي الأول نتكلم عن ألف بيت التعليم، عن محو الأمية. دور النهاردة محو الأمية في حياتنا، وكيف يمكن تطويرها لكي تحقق الغرض الحقيقي منها في حياتنا؟ الواقع أن محو الأمية بيتقدم بس بخطى مش سريعة كفاية، وأنا من رأيي لو أن كل شخص بيعمل رئيس لأي مكان، حتى ربة المنزل عندها عامل أو صانعة، والمدرسة، المصنع، التاجر، لازم يبقى ملزم بتعليم الأميين في معمله أو مصنعه أو المنزل. وأنا بقترح أن طلاب وطالبات الجامعات وعندهم حوالي 4 شهور أجازة صيفية يقوموا بتكليف، يعني مش بالاختيار، بتكليف إنهم يعلموا في بلاد مختلفة. وأنا متأكدة لو إننا عملنا دي لمدة 3 سنوات هنقدر نمحي الأمية بتاعة القطر كما محتها كوبا في سنة واحدة. طيب يا فندم، هو هذا التكليف مش موجود إلى حد ما وإلى نوع ما في مجال الخدمة العامة الموجود النهاردة؟ ما افتكرش بالحزم اللي احنا بنقول عليه، لا يعني انا ما بشوفش ان الطلبة بيكلفوا بانهم يقوموا بتدريس محو الامية ابدا في الصيف، كل واحد سارح في حتة طبعا. فلو انهم يقسموا العمل عليهم وهم قبل الاجازة ما تبتدي، متهيألي كنا نقدر ننجح في عملية محو الامية اكتر من كده. أستاذة بهية، ما دام بنتكلم عن ريف بلدنا، بمناسبة إن حضرتك بتقترح إن الطلبة يدخلوا إلى أعماق الريف ويحاولوا إنهم يمحوا الأمية الموجودة فيه، واللي يمكن موجودة بصورة أكبر من أي مكان آخر في بلدنا، إيه رأي حضرتك في ريفنا المصري النهاردة، وخاصة إنه أحد تخصصات حضرتك الكثيرة وأحد أنشطتك المتعددة؟ الحقيقة أنا بحكم عملي السابق كمفتشة في الوزارة زرت الريف كتير قوي، ويعني يؤسفني إن أنا أقول إنه حياة الريف مش حياة إنسان أبدا في السابق يعني. وإذا كنا بنتكلم على محو الأمية، هي مش حكاية محو أمية كتابة وقراية بس، هي محو أمية حاجات كتير قوي. يعني إذا دخل الطالب أو الطالبة إلى الريف لمحو أمية الأميين في الكتابة والقراءة، هو لازم يمحي أمية في حاجات كثيرة أوي هم محتاجين لها وما يعرفوش عن حاجة، نظافة، طريقة تربية الطفل، الملبس، ترتيب المنزل، كل الحاجات دي هم في حاجة إليها. احنا فعلا دلوقتي عندنا جمعيات نسائية بتقوم بعمل كبير أوي أوي، أنا ما أقدرش أقول لا، لكن ليه لا؟ احنا مش كلنا نقوم بيه، مش ضروري بس الجمعيات، الافراد كمان. يعني انا السنه اللي فاتت دي كان في حريق في قريتين في المحله، وانا لقيت ان من واجب المدارس عندي، انا عندي 6 مدارس لكن طبعا انا اخذت مدارس القاهره فقط، وجمعنا منهم الولاد تبرعوا بمبالغ لا باس بها، وجبنا بطاطين وجبنا مأكولات. وحسيت ان انا لو اخذت الاولاد نفسهم من المدارس، ولدين، ولد وبنت من كل مدرسة، عشان يشوفوا الريف شكله ايه ويشوفوا كمان ثمرة اللي عملوه يكون احسن. فاخدتهم فعلا ورحنا مجموعة كبيرة من المدارس على القرية، على القرية منهم، والولاد ما كانش عندهم اي فكرة ان الريف بالشكل ده. طبعا دول كانوا بعد حريق فكان في حالة اسوأ، يعني بقوا ماشي وانا ماشي يقولوا لي حسبي انت جزمتك خسرت، اقول لهم بقى انتوا اوعوا تجيبوا سيره جزم في الحته اللي احنا فيها دي، لان هم ما بيناموا على الحته اللي انتوا ماشيين عليها دي. فدي حاله الريف. لكن في عندنا ريف هم دلوقتي بيعملوا ريف نموذجي، بس مش كفايه يعني العدد، القرى اللي بقت نموذجيه لحد دلوقتي لازم نشتغل اكتر من كده وبمجهود اكبر من كده، لان الوطن محتاج لناس الريف كما هو محتاج لناس المدن.
بالظبط يا فندم، وإن شاء الله أمنية حضرتك تتحقق، وفي تصوري إن احنا في طريقنا إلى هذا أرجو ذلك قبل ما بجهود أموت بس. مخلصة وجهود مشكورة. وبعدين البرامج التوعية اللي مسؤولية في تصوري تقع على عاتق وسائل الإعلام، بنحاول جاهدين أيضا إن احنا نبدأ في تنفيذها كما يجب أن تكون. من هنا أحب أسأل حضرتك سؤال قبل ما نبدأ أسئلتنا الحقيقية في مجالك وتخصصك. ايه رأي حضرتك في البرامج او ساعات التمثيليات اللي بيبقى فيها دعابة او نوع من السخرية على المعلم؟ أنا ضد هذا على خط مستقيم. يعني مثلا مدرسة المشاغبين يا فندم، حضرتك اتفرجت عليها؟ اتفرجت عليها، أنا اتفرجت عليها مرتين، الحتة الأولانية منها والحقيقة قفلتها. مرة واحدة استمعت إليها للنهاية. هو المتفرج يعني إذا كنت عايزة أقول الممثلين بيتقنوا أدوارهم طبعا، وأنا أحب عدد كبير جدا منهم. سهير البابلي ممتازة طبعا، و لكن هي كانت حافظة مكانتها قوي في الرواية. عادل إمام كان بيأدي دوره بإبداع، لكن مش للطلبة عشان يشوفوها ولا للشباب، لأن أنا متأكدة هي رواية طويلة، أنا متأكدة إن هم بيستمتعوا بالجزء الأول منها جدا، ويمكن يبقى الشاب من دول وراه بعد كده سينما وراه حاجة ما شافش الحتة الأخيرة اللي بتوري الجزء اللي لازم هما يشوفوه بقى بعد كل الهيصة والزيطة وبهدلة الناظر وبهدلة المدرس، بيجي شيء من الإصلاح ولو إنه غير كافي. فأنا مش من رأيي أبدا برامج زي دي تعرض على الشباب. طب ما هو نوع البرامج اللي حضرتك بتقترحي أن يقدم لشبابنا النهارده؟ عندنا تمثيليات جميلة جدا، يعني التمثيليات فيها دروس كبيرة قوي عن الحياة الاجتماعية، أنا بحبذها دي خالص، لأن الشاب أو الشابة من دول وإحنا الكبار كمان بنستمتع بيها وبنتعلم منها الكثير، بنعرف حاجات عن بلدنا، وبعدين في دروس بناخدها من الحياة. أنا رأيي تكون كل حاجة لها هدف، لكن ما يبقاش هدام في الأول، لأن جايز قوي الجزء الهدام هو اللي بيتشاف والجزء اللي البناء هو اللي مش بيتشاف. تفضلي سيادتك فندم التوجيه المباشر ولا غير المباشر في هذه الحالة؟ والله المباشر عادة ما بيبقاش مرغوب فيه كتير، الغير المباشر أحسن، أنا أفضل الغير مباشر. أستاذة بهية، قبل ما نبدأ نتكلم عن التعليم في مراحله المختلفة، نتكلم عن من نعلم، عن طفلنا الطفل المصري، وخاصة نحن بصدد عام الطفل العالمي فاضل عليه شهور معدودة. حضرتك شايفة وضعه شكله إيه؟ الحقيقة الطفل المصري لو أنا عايزة أتكلم عليه لازم أتكلم عليه في البيت الأول مع الأم، وبكل أسف دلوقتي الأب والأم بيشتغلوا والطفل يا إما بيترك لعناية الخادمة أو بيرسل إلى حضانة من الحضانات اللي بتاخد الأطفال صغيرين خالص، والله أعلم بتبقى العناية بيهم. فيهم حضانات كويسة، لكن فيهم طبعا حضانات بتحفظ الطفل لغاية ما تيجي أمه تاخده أو أبوه ياخده، فدي مش التربية السليمة. فالمكانش الطفل الأساس بتاعه في المنزل، المدرسة فعلا هي المدرسة بتلعب دور كبير، لكن ما تقدرش تصلح اللي فسد في البيت الأول. ومع ذلك ولي الأمر بيتطلب من المدرسة كل ما يلزم للطفل من أدب وتعليم، نظافة وملبس ومأكل وكل حاجة، وهو بيفتكر انه بالفلوس اللي بيدفعها يبقى خلاص هو اشترى المدرسة وهي مسؤولة عن هذا الطفل. لا ده غلط، انا بقول ان البيت الاول وبعدين المدرسة. وعايزة اوجه نصيحة للام وللمعلم، ان العقاب للطفل يجب انه ما يكونش بطريقة الانتقام. يعني في بعض الأحيان لما الأم تضرب وهي زعلانة بتضرب جامد بتألم الطفل، هو مش مفروض إنها تألمه لدرجة إنها كما لو كانت بتنتقم منه. وكذلك المعلم، أنا في حياتي مرت عليا تجربة كهذه، كنت طفلة، كنتش طفلة يعني، كنت 6 سنين يمكن 7، وكان عندنا مدرسة تعليم بتعلمنا خط إنجليزي، فقالت لي قومي اكتبي كابيتال اتش على التخت. انا ما كنتش اتعلمت لسه كابيتال اتش، كنت اعمل سمول اتش، فطلعت على التخته وحاولت ما عرفتش. فهي كانت ماسكه مسطره من اللي لها 4 نواحي،
يعني حروف كده، وكان شتاء، وعملت لي ايدي كده وضربتني على العقل دول في البرد، فانا تألمت قوي ونزلت الاكل بتاع الفطور كله. ولما روحت طبعا والدتي اتضايقت خالص ونقلتني من المدرسه. فاتت الايام وبقيت كبيرة مفتشات في الوزارة. وبعدين دخل الساعة يقول لي فيه واحدة ست لابسة اسود بتقول عايزة تقابل حضرتك. خلاص اتفضل. شوف ده كان بعد يمكن زيادة عن 60 سنة، لا زيادة عن 60، حوالي 65 سنة. ودخلت هذه المدرسة لابسة اسود، وطبعا بعد ما كبرت وانا كبرت وكده، فانا اول ما شفتها حسيت اني انا كل اعصابي اتشدت، عارف، رجعت ليا الحادثه كلها. بعدين هي وقفت قدامي كده وقالت لي اظن حضرتك ما تعرفينيش، مش فاكراني. قلت لها انا ما انساكيش ابدا بجد، يعني قلتها لها كمان بحماس كده. قامت قالت لي برافو. قلت لها لا، ده مش الفضل ليا، ده الفضل للاساءه اللي انت عملتيها لي. قامت قالت يا سلام، انا عملت لك، فحكت لها الحكايه. قالت لي لكن الواحد يبقى قلبه اسود للدرجه دي؟ قلت لها لا، ده مش قلبي اسود، ده ذاكره الطفل بتسجل وبيفضل متسجل هذا العقاب الى النهايه. قالت لي يبقى انت مش هتعملي الخدمه اللي قلت لك من اجلها. قلت لها ايه هي؟ قالت لي انا زوجي مات، وهو وكان اياميها المدارس كلها بمصروفات، وانا عندي ولدين اتعلموا، لكن الثالث كنت عايزك تساعديني عشان يبقى مكان، لان المعاش بتاعي صغير. قلت لها لا، انا مش هساعدك انت، انا هساعد الطفل. وفعلا دخلت لها الطفل، ولكن الاساءه دي لن انساها ولن انساها. فانا بحذر كل ام وكل مدرسه. طب ده بالنسبه لاسلوب العقاب يا فندم. بالنسبه لنظام الامتحانات، في اراء مختلفه ومتناقضه في هذا الصدد، حضرتك بتحبذي وتؤيدي ايهم وليه؟ شوف، في ناس كانوا بيقولوا ان بلاش الامتحان وينقل التلميذ من فصل لاخر بتقدير المدرس. مع احترامي للكثير من المدرسين، افتكر في البعض لسه ما اقدرش اترك له التقدير للطفل، لان خصوصا دلوقتي بعد الدروس الخصوصيه، يعني يجي يقدر حقدر اللي هو بيديهم اكتر، ظلم الولد اللي ما بياخدش. الامتحانات أنا كنت أفضل إنها تتعمل على فترتين، فترة لنص البرنامج والفترة الثانية لنص البرنامج الثاني، لأن البرامج دلوقتي مزدحمة والأجازات طويلة، الفترة الثانوية قصيرة، الدراسة قصيرة، وبعدين بيبقى الامتحان عشان يغطي البرنامج، صعب على التلميذ. يعني في تلاميذ أيوة في المستوى ده، لكن في تلاميذ كتير بيتظلموا. إذن الحل الأمثل إيه في رأي حضرتك؟ أنا كنت أقسم البرنامج على مرحلتين عشان يقدروا يهضموا الجزء الأول ويمتحنوا فيه، وبعدين الجزء الثاني ويمتحنوا فيه. على جميع المستويات ولجميع الأعمار يا فندم، ولا وعلى جميع المستويات ولجميع الأعمار. وأطول سنة دراسية شوية، لأن سنة دراسية قصيرة جدا والأجازة طويلة جدا، بيجوا الولد محيين بعدها. أنا ما أفتكرش إن في ولد، احنا اولا بطبيعتنا مش ميالين للقراءه، فبره في اوروبا الولد يبقى قاعد في الاتوبيس ولا في التراماي وفي ايده كتاب بيقرا، هنا عندنا يمكن كل سنه لما يقرا ويقرا ايه، يقرا سمير، يقرا كتاب نكت، يقرا، لكن ما يقدرش يقرا كتاب قصه مفيده عشان ينتفع بيها، لسه متعودناش. استاذه بهية، ايه اول شيء بتبحثين عنه في المدرسه النموذجيه؟ اولا شخصيتها، لان ما كانتش المدرسه لها شخصيه يعني مش هتقدر تحفظ النظام، ومهما كان عندها من معلومات لا يمكن انها هتوصلها للتلميذ اذا ما كانتش قادره تحفظ نظام الفصل. فدي اول حاجه، شخصيه المدرس او المدرس. ومع ذلك ساعات برضو بفشل في دي، المظهر كويس وتبان انها شخصيتها كويسه، وبعدين يمكن اول حصه تاخدها من اول باب المدرسه اسمع صوت الولد، دي بقى بتبقى اخر حياتها في المدرسه. طب هل يعني يا فندم ان شخصيتها قويه وانها
صارمة وجادة وإن الفصل ما بينطقش إنها أستاذة أو معلمة جيدة؟ لا ابدا، انا ما احبش ضابط وعساكر. انا عايزه يعني الضابط لازم يبقى ضابط والعساكر عساكر احسن يتعلموا مني بعدين، لكن انا عايزه المدرس يبقى صديق للطفل. انا لما احب حد احب اشتغله وما احبش اضايقه، فهي يجب انها تقرب الطفل اليها حتى انه يحبها، ولما تدرس له يبقى يتقبل منها العلم وبدون اي هرج ومرج في الفصل. طب وأول ما تبحثين عنه في التلميذ؟ بنعملهم اختبار شخصي يعني. أي فندم. احنا بنعمل للحضانة كمان اختبار شخصي، بنسألهم أسئلة ذكاء شوية يعني، حاجة ما تكونش صعبة قوي. وبعدين وقفة التلميذ نفسها في قدامي توري إذا كان هو تربيته في البيت سليمة أو مش سليمة، حاطط طباع بقه واقف يكلمني مثلا، أو واقف مسنود على الترابيزة، أو ماسك في أمه. كل الحاجات دي بتوري تربية التلميذ. أما في المراحل اللي أكبر منها بقى، طبعا جلسة التلميذ، احترامه للمدرس، الواجبات، تأدية الواجب بتاعه، كل دي بتوريني إن كان يعني التلميذ في حاجة إلى مشرف اجتماعي أو مش محتاج إليه. حياتك يا فندم كان دراستك ثم تدريسك لغة إنجليزية أولا، أيوة نعم. هل اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأوروبية الأولى في بلدنا مع حرصنا الكبير على أن لغتنا العربية لغتنا الأصلية الأصيلة تقوى وتستمر، هل هي في خطر اللغة الإنجليزية أو أنا اللغات عموما لو اتكلمنا عن اللغات في مصر؟ حضرتك بتقول اللغة الإنجليزية في خطر أو أي اللغة فندم. العربية في لا خطر اللغة من اللغة الإنجليزية. الإنجليزية؟ لا، اللغة الإنجليزية دلوقتي أي فندم. والله هي إحنا ما عندناش لسه المستوى اللي كان زمان، لسه ما وصلنا له. ليه يا فندم؟ هقول لحضرتك ليه. أولا إحنا كنا زمان الإنجليز هما اللي بيدرسوا لنا، أو بيدرسوا لنا، كانوا كلهم إنجليز يعني، مش مهم، لكن طلعوا ناس بيعرفوا يدرسوا كويس. احنا عندنا بقى كل الناس دول وصلوا لسن المعاش وخرجوا، زي حكايتي مثلا. التلامذة جات لهم فترة واحنا لسه ما خطناش الفترة دي، قالوا المسؤولين في الوزارة قالوا لا، مادة اللغة الإنجليزية ليست مادة سقوط، فأصبح الطالب ما يديهاش أي اهتمام لا في تأدية واجباته ولا في الاستعداد للامتحانات. ولي الامر يقول لابنه اذا لقاه بيذاكر انجليزي مثلا، سيب ده انت هتنجح، انجح لي بس انت في المواد التانية ومش عايزين ده، لانك انت انسقطت في ده مش هتصل. فدي قعدت مدة طويلة معانا بنقاسي منها لغاية دلوقتي، زي المرض المزمن اللي الانسان ما عرفش يتخلص منه. فالولاد اللي فاتوا في المرحلة دي هم دلوقتي اللي بيطلعوا لنا في التدريس وبيبقوا مسؤولين عن اللغة الإنجليزية. في الخطوات اللي جاية دلوقتي بقى التعليم جد، والمادة سقوط، ويمكن هيرتفع المستوى إن شاء الله ده بالنسبة لشبابنا أو بالنسبة للجيل للشباب. الجديد، أي لكن بالنسبة للكبار لو حبوا يقووا اللغة لازم حضرتك تنصحيهم بإيه؟ أولا لازم يستمعوا للتلفزيون مثلا، بي بي سي، كل برامج البي بي سي. في الصناعة دلوقتي بتعلم من البداية، يقدروا يجيبوها مع الكتاب الخاص بيها اللي بيساعد على تعليم اللغة. أنا أنصح كمان القارئ اللي ضعيف في اللغة يقفل عليه أوضة ويقرأ بصوت عالي، لأن بودنه لازم تسمع وعينه تشوف. وبعدين كل الكلمات اللي يصعب عليه فهمها يطلع، يحطها في خط، يطلعها في القاموس هو بنفسه، ما يسألش حد. طب ده هنا فندم عشان المعنى، لكن عشان النطق السليم هيعرف ازاي انه يميز بين انه نطقه سليم او لا لو حتى استمع الى نفسه مئات المرات؟ لا، ما هو لازم يبقى فيه جايد يعني مرشد له. إذا كان في المدرسة فهو بيسمع المدرس. إذا طبعا أنا ما أقدرش أقول إن كل أم وأب يعرفوا اللغة، القليل او الكثير منهم يعرف لكن القليل ما يعرفش. فانا اقول ان الطفل ده اذا سمع اذاعه
كفاية هيقدر يتعلم اللغة. وفي تصور حضرتك انه طالب بلا لغات يساوي كام عالمية من الطالب النموذجي؟ هو في الوقت الحاضر اي فندم الحقيقة هو فاشل، مش حاجة، لأنه المجتمع دلوقتي عايز لغة. هو فحيعيش في وسط، لازم يعيش في الوسط بقى اللي هو زيه، ويبقى مفيش تقدم في حياته. كل كتب الريفرنس بوكس دي اللي بيستعملوها في المراجع الجامعات، كل المراجع، سوري، كل المراجع تحتم عليه انه لازم يعرف لغة. كل شبابنا بيروح الجامعات، ازاي يروح الجامعة من غير لغة؟ ولازم يعرف لغة، ولازم يتخرج، ولو ان في بقى كتير من الخريجين ما بيعرفوش اللغة كويس. بس حضرتك عذرتيهم ووجهتي اديتهم المسؤولية عذر، إلى المعلمين، صح إذا صح ما هيش المعلم مسؤولية هو المسؤول جيلنا ولا دلوقتي، شبابنا. المعلم هو المسؤول. يعني انا دلوقتي لما بيجي لي مدرسين جداد من الجامعة علشان اعينهم، بسألهم ازاي انتوا خارجين جامعة قسم انجليزي ولغتكم كده، يقولوا لي انت بتحاسبينا على ان احنا قسم انجليزي، لكن احنا بنسمع محاضرات بالانجليزي بس. يعني الجامعة ما بتديش لغة كلغة، بتدي محاضرات في اللغة، قليل جدا. بيقولوا لي احنا ما بيطلبش مننا نقوم نتكلم، نسمع بس مستمعين، فدي مش كفاية عشان الواحد يتمرن على اللغة بالمرة. وانا ما بيجيني طالب جامعي عشان اخده، ما بقدرش اخده الحقيقة. كنا زمان واحنا في التفتيش لسه كنا عاملين دراسات صيفية لطلبة الجامعات اللي عايزين يبقوا مدرسين، كنا بندرس لهم طول فترة الصيف. فهم دلوقتي بيعملوا تدريب، لكن ما اظنش انه كفاية، هيبقى في تدريب اكتر من كده. وهو في الجامعة لازم ياخد التدريب، يعني سنة كاملة في الجامعة لازم تبقى تدريب للطالب اللي هيطلع مدرس. وزي ما سيادتك قلتي ان اللغة النهاردة اصبحت اساسية في مفيش مجتمعنا شك ابدا، وفي عصرنا هذا، مفيش شك. واللغة الانجليزية بالتحديد بتعتبر اللغة الدولية الاولى. اكيد وده يجرنا يا فندم عن الكلام عن منظمة الاسيوية الافريقية اللي حضرتك بتعملين بجهد مشكور فيها، فهتكلمين عنها من فضلك يا استاذ بهاء. حضرتك جبتها على أثر كلامنا على اللغة الإنجليزية. بالظبط. طبعا تضامن أفريقيا الآسيوي إنجليزي وفرنساوي، لأن أفريقيا نصها فرنسي نصها إنجليزي، بالظبط. وكثير من البلاد اللي احنا بنتعامل معاها بتتكلم فرنسية زي ما بتتكلم الإنجليزية. هو الواقع إن البلاد اللي كانت مستعمرة بالإنجليز واللي كانت مستعمرة بالفرنسيين بيتكلموا اللغة بطلاقة، لأنهم كانوا بيكلموها من طفولتهم. فمثلا حضرتك مثل بالجزائر، أول مرة زرت فيها الجزائر أنا شفتش حد بيتكلم عربي أبدا، كلهم بيتكلموا، حتى الشحات يجي يشحت منك بالفرنساوي. دلوقتي لما اهتموا باللغة العربية ابتدوا يتكلموا عربي، وابتدوا يقولوا الكلمات بتاعتهم في المؤتمرات باللغة العربية. انا اول مؤتمر عملته للمراه كان وزير التربيه والتعليم الاستاذ كمال الدين حسين، وهو جه افتتح المؤتمر، كان في مجلس الشعب. فمندوبه الجزائر ما كانتش تعرف عربي ابدا، فقامت قالت الخطبه بتاعتها بالفرنساوي، فهو عاتبني على اني سمحت لها انها تقول الخطبه بتاعتها بالفرنساوي. قلت له بس هي ما بتقدرش تتكلم عربي، قلت بقى ما بتتكلمش. فاسعفني السيد يوسف السباعي، قال له ما نقدرش ان هم ما يتكلموش، هم لازم يتكلموا، دي جايه تعبر عن رايها ونائبه عن بلدها، ما نقدرش نقول لها ما تتكلميش، ودي اللغه بتاعتهم دلوقتي. لكن دلوقتي بنحضر المؤتمرات كل الجزائريات بتتكلموا عربي. وكذلك في البلد الافريقيه هم صحيح بيتكلموا انجليزي كويس، بيتكلموا فرنساوي كويس. عندنا المندوبين في السكرتاريه بيجوا من نائب، يعني كل مندوب مندوب عن بلده، ومفروض انه مثقف ومتعلم اللغه كويس. فكتير منهم بيرفضوا انهم يتكلموا اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية، بيتكلم بلغته وبمترجم، عما لو كان يتكلم لغة المستعمر. نشاط حضرتك المتخصص في المنظمة النهاردة لو كلمتيني عنه فانت تقولي لي ايه؟ رئيس تخصص المرأة في المنظمة، ودور حضرتك ايه او دور هذا القسم ايه؟
هو الدور هو نفسه دور المنظمة الحقيقة، احنا بنشترك في كل ما تعمله المنظمة، بس في ناحية المرأة أكتر من أي شيء تاني، يعني الناحية الاجتماعية للمرأة، الناحية الثقافية للمرأة الأفريقية الآسيوية، ومؤتمراتنا لازم تشمل هذين الموضوعين. والطفل، الطفل ما بيخشش طبعا في المؤتمرات بتاعت الكبيرة بتاعت الشعوب، لكن بيدخل عندنا في مؤتمر المرأة. والحقيقة تقدم الوعي للمرأة الأفريقية على الأخص، أنا يعني ابتديت عملي في المؤتمر سنة 58، كان الوعي بسيط قوي، وكانت في أول مؤتمر المرأة تقف خايفة تتكلم لألا تعاقب بعد عودتها البلد. لا دلوقتي بتتكلم بكل جرأة، واعية وعارفة حقوقها ايه وواجباتها ايه وكل حاجة، يعني الواحد فخور بما وصلت اليه المرأة في البلاد الأفريقية والآسيوية. ما زال ينقصها إلى حد ما بعض الشيء، الكثير. ايه هذا الشيء يا فندم في رأي حضرتك؟ مساواتها بالرجل أولا، وبعدين العادات اللي بتحتم عليها عمل خاص وما بتفتحش أمامها المجال. احنا عندنا هنا الحقيقة حظنا كويس قوي، لأن المجال مفتوح أمام المرأة في جميع حقول العمل تقريبا، وتساوت بالرجل في الأجور، وهي في مجلس الشعب وفي جميع الجامعات والكليات، فإحنا حظنا أوفر من الكثير من البلاد. ما دمنا يا فندم بنتكلم عن المرأة وبدون تحيز، طيب فرأي حضرتك بعد هذه الخبرة الطويلة، أيهما أكثر قدرة أو أكثر كفاءة على التعليم والتدريس، الرجل أم المرأة؟ المرأة، لماذا؟ لأنها أقرب للطفل من الرجل. يعني الولد أو البنت بيعاشروا أمهم في البيت أكتر ما بيعاشروا أبوهم، فبتبقى الست أقرب لهم من الرجل. يمكن الرجل في مدرسة بنين، لكن إذا كانت مدرسة بنات أنا أفضل المرأة. طب ولو كبروا يا فندم ما بقوش أطفال، أنا عندي مثلا المرأة مختلط، أيضا؟ أي أنا عندي مختلط، أنا حريصة جدا على أنه يكون من الجنسين، يعني هيئة التدريس تكون من الجنسين، علشان الولد في حاجة إلى الرجل كما هو في حاجة إلى المرأة، والبنت كذلك تحب أن يكون عندها مدرس كما تحب أن يكون عندها مدرس، وما أحبش أحرمها، أحرم جنس من الجنس بتاعه. لكن حضرتك بتفضلي أن المرأة، أو تجدي أن المرأة يناسبها أقرب. أكثر هذا العمل. أي. طب ما هو العمل الذي لا يناسب المرأة في تصورك؟ العمل اللي بيستدعي قوة بدنية أكتر ومجهود بدني أكتر، أو يمكن سهر أكتر بالليل. وأفتكر ده مراعى في مكتب العمل، إنهم ما يسندوش عمل للمرأة بالليل، دايما في نبطشيات رجال بالليل والستات بالنهار. هو مش عادل، لكن يعني ما دمنا بنطلب المساواة كان يجب أن يكون زيهم زينا، لكن برضو المرأة محتاج لها البيت أكثر من الرجل، فيجب أنها تكون فيه أكثر من الرجل. بهاء كرم، هعيد السؤال من فضلك أستاذ محمد. أستاذة بهاء كرم، تعددت الآراء في المرأة، سواء كان رأي المرأة في المرأة أو رأي الرجل في المرأة. أكبر نقطة ضعف في المرأة من وجهة نظر سيادتك إيه؟ ما اعرفش، يعني انا يمكن دي وجهة نظري انا لوحدي. نقطة الضعف في المرأة انه ما تحبش تبقى رئيستها مرأة، تحب ان يبقى رئيسها رجل، ما اعرفش ليه، لكن هو ده الواقع، ان المرأة تفضل ان يبقى رئيسها رجل. لكن عندنا نظرات طبعا في المدارس، فدي دي مستثناء، بس في الاعمال التانية بيفضلوا ان الرجل يبقى، دي نقطة ضعف. هو الآراء تعددت زي ما أنا قلت، ويمكن حضرتك وافقتيني، لكن أجمعت الآراء في حاجة تانية، إن لكل عمر جماله، كل عمر في حياة الإنسان له جماله. حضرتك في تصورك أجمل ما في عمرك النهاردة إيه؟ في عمري الحالي؟ أيوة، إني لازلت أتمتع بالصحة والنشاط. ربنا يزيدهم دايما، ودي من فضل الله علي سبحانه وتعالى. طب أستاذة بهية، أقدر أسأل حضرتك بعد إذنك عمرك كام؟ أنا من مواليد 1900.
ايه اللي حضرتك تقدري تقولي انك طلعتي بيه بعد هذه الرحلة الطويلة التي نتمنى ان تزداد وان تستمر؟ أنا طلعت بالكثير الحقيقة، مش من المال، أنا فقيرة، ولكن طلعت برحلاتي وأنا لما بزور بلد أنا أحب الناس، فأكتر حاجة بتجذبني إلى البلد الناس، ودايما أقول إن الناس هم اللي بيكونوا البلد، يعني إذا حبيت بلد تبقى لازم تكون بتحب ناسها. فأنا غنية بهذا، غنية بما شفته من المناظر والناس اللي تعرفت بيهم، ولي أصدقاء في العالم كله، فده اللي اكتسبته من حياتي الطويلة. طفولة حضرتك تذكريها دلوقتي وتقولي لنا ايه؟ ولا أنساها أبدا، أنا توفى والدي وأنا صغيرة جدا، أمي كانت صديقة لنا، وعايزة أقول إن أمي كانت أمية، لكن كانت عقلها كبير ومخها واسع، وكانت أم بالمعنى الصحيح، ما حرمتناش من حاجة أبدا، وما أذكرش يوم ضربتني، كان كله بالتفاهم والمحبة، هي كانت تتفانى في محبتنا، فكنا أصدقاء يعني، لدرجة إني أنا لما كنت لسه طالبة كانت تيجي تصحيني الصبح تقول لي قوم اشرب معايا فنجان قهوة بيبقى حلو وأنت معايا. دي حاجات ذكريات لما الواحد بيرجع لها بيعيش فيها. أنا عشان كده بقول دايما ادوا الطفل حياة سعيدة وهو صغير، لأن دي اللي بتبقى له في كبره، وبينظر لها وبيحس إنه كان محبوب وإنه كان مرغوب فيه، وإن حياته سعدت بوجود الناس وياه. طب ذكريات سيادتك عن فترة صباكي وشبابك؟ بس دي بقى عاوزالها قد يوم كده. اتفضلي، احنا لسه عندنا في صفحة اوتوجراف صبايا، واسع. أنا كنت في أول حاجة أذكرها في أول الحرب العالمية الأولى، إحنا كنا داخلية أنا وبنت أختي، يمكن تسمع عنها الدكتورة هيلانا سيدروس، كنا داخلية في المدرسة الثانوية، وقامت الحرب، وطبعا أنت ما كنتش اتولدت لسه، وبعدين اتقطعت كل المواصلات، اهلي في طنطا، اهلنا احنا الاثنين في طنطا، واحنا في مصر، لا سكه حديد ولا اتوبيسات ولا حاجه ابدا ابدا، وقامت الحرب واحنا الاثنين في المدرسه، هي والدها كان مدرس، ف خد مدرس تاني طلب منه انه يقوم وياه، ولبسوا الاثنين جلاليب وركبوا عربية حنطور من طنطا لشبين الكوم، ومن شبين الكوم خدوا مركب صغيرة في النيل، وصلوا لرود الفرج، ومن رود الفرج خدوا عربية كرو جابتهم للمدرسة الثانوية. فإحنا قاعدين في يوم كده بقى وخلاص يأسنا من إن إحنا هنرجع بلدنا أبدا، جم قالوا لنا في حد جاي ياخدكم، طبعا زيطة وهيصة وانبسطنا قوي، فرحنا لقيناه، قالوا يلا بسرعة بسرعة هاتوا شنطكم، خرجنا وخدنا شنطنا، قالوا دلوقتي هنركب عربية كارو لغاية رود الفرج، قلنا أبدا عربية كارو مش ممكن، نمشي بقى. فمشينا من السيدة زينب المدرسة الثانية لغاية رود الفرج، دي خدت مننا أكتر من ساعتين، وصلنا حوالي بعد الظهر كده، خدنا مركب مليناها برتقال على ما أذكر يعني، وركبنا إحنا الأربعة، وصلنا شبين الكوم بالليل، خدنا عربية حنطور من شبين الكوم، وكان في الأيام دي في نقط على مسافات فيها ضباط إنجليز، فالعربية مشيت عند كل نقطة من دول يوقفوها، إحنا بقى كنا مصينا اللي جايين ياخدونا انه اما يسألوكوا علينا قولوا دول مزارعين وما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا، عشان قلت مدرسين مش هينفدونا، فكانوا في كل نقطة يوقفونا، واحنا بقى نتفلسف ومبسوطين قوي ان احنا بنوري الانجليزي بتاعنا، نقول لهم احنا طلبة ومروحين تاني بيتنا، دول مزارعين وما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا.
ونمشي. فضلنا لحد طول الليل لغاية ما وصلنا مصر في الصباح. وكانت الحقيقة هي رحلة بالنسبة للكبار مخيفة، لكن احنا ما شعرناش بالخوف، احنا كنا مبسوطين يعني. الصبا بقى وبنعرف انجليزي وفخورين بان احنا بنمررهم من النقط البوليس دي وكده، فدي حادثة ما انساهاش ابدا. وبعدين في اول الحرب العالمية الثانية، انا كنت في انجلترا لان انا بسافر كل سنة هناك، كنت في انجلترا وقامت الحرب وانقطعت مواصلات، مفيش طيارات مفيش مراكب مفيش حاجة ابدا، وانا كنت في التفتيش. فكانت رئيستي في التفتيش انجليزية، يعني هو طول عمره التفتيش، هي ست واحدة كانت في القطر كله فتش انجليزي، وكنت انا اول مصرية اختارتني عشان تفتيش اللغة الانجليزية. فالست بقت تبعت التلغرافات والوزارة تبعت التلغرافات للسفارة هناك عشان يرجعوني يعني. واخيرا قالوا لي قومي روحي مارسيليا بقى ناخد معانا جهاز الجاس ماسك ده. ايوه وما فيش شايلين بقى كلهم مجندين فلازم نشيل عفشنا. وقالوا لنا ما فيش في مارسيليا اكل فخدوا اكلكم واياكم. اتصورني انا بقى بطولي ده لابسه على صدري جاس ماسك زي الادب من قدام، وبعدين شايله على ظهري اللي زي بيشيلوها بتوع الكشافه، مليانة علب أكل وشنطتين كبار في الإيد دي وفي الإيد دي، مش عارفة أمشي الحقيقة يعني، بجرهم قدامي. وكان في تنبيه بقى من السلطات الإنجليزية إن ما حدش يقدر يخرج بأكتر من 5 جنيه، أنا كنت واخدة 20 جنيه. فلما جينا بقى عند الحدود نمر، قام الضابط قال كان في تشديد كبير قوي، كل فرد يفوت يقول له معاك كام؟ 5 جنيه 5 جنيه 5 جنيه، لحد ما جه لحدي قلت له انا معايا 20 جنيه. قال لي تركني على جنب، ركني على جنب لحد ما فاتوا كلهم. كنا هنطلع بقى بمركب على مارسيليا، قال لي انت سمعت التنبيه بتاع انك لازم تاخدي 20 جنيه بس، 5 جنيه بس؟ قلت له ايوه. قال لي طب ازاي واخد 20؟ قلت له إن هما كل اللي خارجين دول قدامك خارجين اتنين اتنين او عائلات مع بعضها، انا وحدي ما اعرفش حد في مرسيليا وجايز تطول مده اقامتي في مرسيليا اصرف منين؟ فانا قلت لك بصراحه ان معايا 20 جنيه. قال لي طيب عدي وما تقوليش ان معاك 20 جنيه، يعني حتى الانجليز يعني ما سمحوا لي ان انا اعمل كده. فطلعنا وصلنا مرسيليا، وصلنا بالليل. انا عارفه مرسيليا زرتها قبل كده، واعرف ان محط خدنا القطر وصلنا مرسيليا، عشان اوصل للبلد نفسها لازم انزل عده سلالم، وانا بضلمه بلاك اوت ومعايا الشنط وشايله على ظهري وعلى صدري مش ممكن هقدر انزل السلالم دي. فحطيت الشنطتين على الرصيف وقعدت فوق زي بعض غاره غاره في 60 دقيقه بقى، كنت تعبت شوية. جاي واحد ومعاه نور كشاف، فلقى حاجة كده مكببة قاعدة، قال بالفرنساوي طبعا مين؟ قلت له أنا من الركاب اللي جم دلوقتي ومش قادرة أمشي. فالراجل بص في شكلي كده في طولي، بص في العفش اللي معايا، شال الشنطتين وقال لي تعالي معي. نزلت وراه مع الكشاف بتاعه، فشفت السلم ونزلنا، مشينا مشوار طويل قوي في مرسيليا. انا بقى مستسلمه يعني يوديني مطرح ما يوديني. جه البيت كده خبط على الباب، فتحت ست، فقال بالفرنساوي خدي خلي الست دي عندك لبكره الصبح. قلت له اكلم السفاره بالتليفون، السفاره المصريه. قالوا لي انت قاعده فين؟ قلت لهم انا هخليه هو يكلمكم اللي كانوا فين. فكلمهم بعتوا لي العربيه، خدتني بالعفش بتاعي، قالوا لي المركب بتاعتك قايمة النهاردة. فرحت، دي كانت رحلة العمر بقى أنا عمري ما أنساها. كان معايا عدد كبير من الستات الإنجليزيات مدرسات هنا في القاهرة كانوا، وأنا كانت عندي تذكرة درجة أولى، فكنت ادوني كابينة فعلا درجة أولى.
كانوا عاملين كل المطاعم، المطاعم بتاعت المركب عبارة عن عنابر نوم، يعني في كل عنبر حوالي 30-40 سرير، الحمامات فيها سراير، كل حاجة. وبعدين كنا بقى بلاك اوت، البحر ضلمة والمركب ضلمة، وكل ليلة لازم تضرب زمارة الخطر ونقوم على ان في غواصة، ونطلع بالرواب ومصان النوم نجري على المراكب النجاة وندخل في قلبها، كل واحد عارف نمرة المركب بتاعته، ندخل في قلبها وينزلونا تحت ويرجعوا يطلعونا فوق. كل ليلة مفيش ليلة مرت من غير ما ننزل في البحر. بعدين في ليلة من الليالي كانت في ست مفتشة رسم انجليزية برضه، جات لي قبلها بيومين وقالت لي عندك مانع اجيب الديك تشير بتاعي وانام عندك في الاوضة؟ هل انا بطول في الحكاية ولا لا في يا فندم ابدا. طيب انام عندك في الكابينة هنا، عشان انا نايمة في العنبر، والحقيقة من كتر الناس ما بتبقى بتراجع الاكل بتاعها انا ابتديت احس بنفسي شعور. قلت لها لا تعالي، ده انت تونسيني كمان. فجابت الدكتور بتاعها وجات ونام. في ليله من الليالي خرجت عشان تمشي على الدك، وجات قالت لي ايه امي بقى، وامي حافيه وتعالي وراي. قلت لها ليه؟ قالت لي ده في جاسوس على المركب. قلت لها طب احنا هنعمل له ايه؟ قالت لي لا نمسكه. هي بقى طويله وعريضه وانا كده صغيره، فسمعت كلامها وقمت. طلعنا على الدك، بصصتني كده من فوق، قمت لقيت صحيح كشاف كده بيطفي ونور، يطفي ونور، على جاسوس صح. ففضلت واقفين بقى عشان نترقب خطواته، بصينا لان هو طلع بحاله عندنا وعمل الكشاف بتاعه كده وقال انتوا مين؟ قامت هي قالت له انت مين؟ قال لها انا الحارس، عايز اعرف بقى انتوا مين؟ قامت قالت له احنا افتكرناك جاسوس. لا انت تفتكري انك انت كنت تقدري تاخدي جاسوس وما يرميكيش في البحر قبل ما تبلغي عنه؟ انت في كابينه نمره كام؟ وخد نمره الكابينه. احنا ما رحناش على كابينتنا بقى، رحنا على كابينه الانجليزيات دول، وحكينا لهم بقى وضحك وصوت عالي، هما جايبين سبيرتو من اللي بيبقى صوابع كده، قمنا وعملنا شاي وهيصه بقى، كتبينا صحينا الكابينات اللي جنبنا، فاشتكونا للكابتن. جابنا تاني يوم وزي التلامذة بالظبط، وطبخنا كويس قوي، وقال لنا الضرر اللي احنا عملناه، وازاي احنا عملنا هيصة في المركب، وازاي احنا اخطأنا في ان احنا نفتكر ان احنا نمسك جاسوس، وبرومس ناو ان مفيش حد فيكم هيقوم بره في الكوريدور ابدا بتيل. احنا كلنا كبار، اللي مفتشة واللي مدرسة اولى. فالمهم وصلنا اسكندرية، كانت الساعة 11 مساء. أنا طبعا مش مترقبة أبدا إني هلاقي حد واقفة وعاملة كده على سور المركب لحد ما أشوف هنرسي إزاي. شوية بقى كانوا ولاد أختي كلهم عرفوا إن دي آخر مركب جاية وجربوا حظهم فيها. ففينا على الرصيف، هما شافوني من فوق وباية باية. الحقيقة أنا عمري ما شعرت بسرور وتأثير زي اليوم ده. وفعلا قمنا في نفس الليلة بالعربية بتاعت بنت أختي على مصر على طول. كان كل البيت منور وصاحي مستني العربية دي ترجع يشوفوني فيها ولا مش فيها.